الابتدائية بالمنستير كنا نرافعوا في القضية المرفوعة ضد الدكتور عبد السلام شكير. حقيقة هذه القضية تعكس الوضع المتردي للقضاء التونسي اللي احنا سبق انه احتجينا على هذا الموضوع. اللي اليوم فما سياسة المكيالين في تونس. اليوم الدكتور عبد السلام شكير جاي تقدم بقضية، يعني هو متضرر، هو تم الاعتداء عليه، هو تم سبه وشتمه عبر شبكات الفيسبوك، يمشي يشكي للقضاء يلقى روحه هو متهم، وتهمة جاية معناها من الحيط، حاجة ما قالهاش، حاجة ما عندها حتى إيحاء للضد اللي هو المتهم الحقيقي، لكن حبوا يبعثوا له رسالة اللي راهو يجب أن تخرس، ويلزمك تتلقى الإهانات وتتلقى السب وتتلقى الشتم، وما يلزمكش تمشي للقاضي، وإلا رانا احنا بيدنا نلبسك تهمة. في القضية هذه اللي ميزها أن النيابة العمومية استعملت صلاحياتها القانونية أنه ما جاتهاش شكاية ضد الدكتور عبد السلام شكير، والمتهم الأصلي ما طلبش أصلا أنه يحيلوا الدكتور عبد السلام شكير، ومع ذلك قالت لك أنا حتى باش شكاية نحيل المتهمين. وين النيابة العمومية وقت اللي شكينا ضد تنظيم الإخوان في تسفير شبابنا إلى بؤر التوتر؟ وين النيابة العمومية كي شكينا ضد تنظيم الإخوان في علاقاتهم بالتنظيمات الإرهابية؟ وين النيابة العمومية وقت اللي شكينا في التمويل القطري؟ تتذكروها الحادثة وقت قالوا لنا الحفر بعدم الصفة، اللي هي حاجة مش موجودة جملة في القانون الجزائي، قالوا لنا شيهمكم؟ يعني النيابة العمومية وقت اللي يبدأ ملف يهم الأمن القومي والمصلحة السياسية تاع بعض الأطراف تقتضي، تولي النيابة العمومية ما تتحركش، وقت اللي يلزمنا باش نماركيو يعني أرقام وأهداف ضد أطراف سياسية تولي يقع توظيف النيابة العمومية. للأسف الشديد هذا الملف سيسجل في تاريخ تونس على أنه شاهد على التعامل الغير مستقل والغير محايد للقضاء مع مختلف القضايا المطروحة أمامه، وإن شاء الله ما تتواصلش هذه الوضعية. القضية تأخرت ليوم 3 أبريل باعتبار جماعة يظل من جماعة التعويضات يحبوا يطلبوا التعويضات. احنا ما يقلقناش شيء، هذا احنا جايين نرافعوا للمبدأ، جايين نرافعوا باش نقولوا كلمة الحق، وجايين نرافعوا باش نأكدوا أن كل الوطنيين اللي يقفوا اليوم ضد تيار الرديئة وتيار الإساءة لتونس وتيار تفكيك الدولة التونسية لو يلقاو راهم مواطنين، ويلقاو راهم محامين، ويلقاو راهم مواطنين اللي يساندوهم في هذه المحن، واللي يقفوا معاهم ويبلغوا لهم صوتهم. فلذا الناس الكل لازمها تتكلم، والناس الكل ما تخافش، وقد ما تكثر مثل هذه القضايا وهذه الإحالات الجائرة قد ما نزيدوا قناعة وإيمان وعزيمة بالقضية نتاعنا. ودكتور أكيد انتباهي بأنه هذا الملف ليس إلا وسام شرف على صدرك وسيكتبه التاريخ. سنواصل المعركة القضائية، سنواصل نضالاتنا، وسنواصل قول كلمة الحق أحبنا الحب وكره من كره، وللحديث بقية.